المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سيد عباس عراقجي أكد أن بعض الدول الأوروبية تتخذ موقفا خاطئا وخطيرا من خلال دعم المسلحين في سوريا بالسلاح. وقال عراقجي: لا شك أن هذا الدعم من شأنه تقويض جهود الحل السياسي في سوريا كما سيزيد من عمر الأزمة فيها، مؤكدا أن حل الأزمة لا يمكن أن يتحقق إلا عبر الحوار الوطني بين جميع أطياف مكونات الشعب السوري بمن فيهم المعارضون الذين يؤمنون بالطريقة السلمية ويبحثون عن حل سياسي. إذن